الأدب أول ما الشر ابتدى يمشي طريقه وعلى الهدف صار يدخل عقله بالناس ما خلى بدربه حدا أول ما الشر ابتدى يمشي طريقه وعلى الهدف صار يدخل عقله بالناس ما خلى بدربه حدا يا قلوب أقسى من الحجر بقلوب كن نعيد النظر يا قلوب أقسى من الحجر بقلوب كن نعيد النظر لا تفرحوا بدموع الناس مش هيك مجنون من يوم اللي بلش يتعاطى المخدر تبعه هو مجنون حقير متشرد ايوه مزبوط من يومه بس قبلك انت انسان محترم وعاقل عندي وظيفتي ورب عيلي وبيتي مليان بالكؤوس والاوسم الغربيه والاسيويه بالمصارعه وما عرفت تحفظ هالنعمه ها مين السبب رشيد ما يقرب مني جوزتك خرمان لو بتعرفه كنت تركني خلص عليه أنا كنت قاعد هون لما أنتوا وصلتوا دخلتوا على البناية بعد وصولكم وصل هيدا الحقير وصار يراقبكم وصار يتابعكم هيدا مجنون ما صدقوه هيدا أحقر مروج وموزع بيظهر واحد معه أول مرة وتاني مرة وتالت مرة بيسهر معه أول مرة وتاني مرة وتالت مرة على حسابه ما بيحس حال الواحد إلا هو مدمن كيف ما بيعرف هو شغلته يوزع وبس وخصوصا لطلاب الجامعات هيدا أحقر من عصابة 18 اللي كمشتون ما صدقوه لو بتعرف مين بيكون زميله وشريكه شاب اسمه ماهر حاول يورط بنتك سالي ورطة إلى أول ما إلى آخر وأكتر من هيك شو رأيك إنه شريك بمحاولة قتل خيا الحبوب الطيوب وليد أنا رح وقفك رهن التحقيق مع رشيد لا مش مع المجنون بنفس الزنزانة بيقتلني حضرة الرائد نعوه فهموه
ايه خليه يصفي حسابه وحساب غيره معك. انا جاهز للحجز بس ما تطرق صراحه قبل ما اتخلص من سوسة الادمان. اذا بتحزوني معه بتكونوا عم تقتلوني، هاي جريمه. صحيح، ولو كنت انا حر بتصرفي كنت قوصتك وخلصت منك. بأي تم بتحزوني؟ شوف ملحم، رح حطك مع رشيد بزنزاني وحدي، ما تخاف ما رح خليه يقتلك لأن احنا رح نحميك لمدة ساعة بس، وخلال هالساعة بدك تركز مخك منيح وتقرر إذا بتحكي أو ما بتحكي. حجزوا لبين ما أرجع مش أطول. صالح خليني رافق. لا هيدا دي خاصة. يلا بابا. بابا ليش هيك؟ من أيمتى بتخبي عني أخبارك اللي صارت على سيد الزهران وليد الشوارع؟ أي أخبار؟ الكل عرف قصتك، حتى راشد المدمن المهووس، الكل إلا أنا. قصة شو؟ قصتك مع الولد ماهر. قصة بتخجل ما هيك؟ صحيح معك حق. نادر شو دخلوا هيدا؟ شاب جزء من القصة إذا بدك تسمعها. ألو موجود. ما إلو نفس يحكيني كلمة. ألو أيوة صالح أيوة. طيب 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 فهمت. يلا فورا يلا بقى. شو فيه؟ بدو نبعت عنصر للجوازات وعنصر للأحوال الشخصية. المهمة البحث عن صور لشخص اسمه ماهر يوسف. برك الاسم مزور. يمكن لا. بعت عنصر على المطار يفتش بسجلات المسافرين خلال أسبوع عن صاحب الاسم ووجهة السفر، وبدو كل شيء بمنتهى السرعة. مش كل مرة بتسلم الجرة. معك حق بابا، بس أنا خبرت ماما كرمال ما تنزعج. انتبهي من يوم رايح لأي اتصال أو لأي علاقة. أعدائي كتار عم بيحاربوني بمختلف الأسلحة، الأسلحة الخطرة، وأنت من ضمن هالأسلحة الخطرة اللي بيفضلوها. انتبهي بابا، أوكي؟ لأنك بنتي. فهمت بابا. أنا ممنونك، أنا مدير لألك بسمعة مستقبل بنتي، ويمكن بحياة وليد لما نقلته بسرعة على المستشفى. وايش بحضرة الرائد؟ انتبه لسالي، تبقى زورنا، خدي شي مرة على البيت لعنا حتى نتعرف عليه منيح. بيك متعقل رغم مظهره. فعلا أول ما فاته وشدك من إيدك أنا قلت أكيد رح يضربك ولا قدام الناس. يا وإنت شو كان بدك؟ يضربني ولا يتعقل؟ يعني كفين ثلاثة كانوا مناسبين. كنت أقول له ما طلب نصيحتي. ايه ولو طلب شو بتقول له؟ كنت قلت له طبعا. ممنونتك انا. دموزيل سالي، انت طيبه وعقلك كبير وعندك شخصيه وثقه بالنفس وبالناس، بس هالثقه بالناس شوي اكثر من اللزوم. شو نصيحتك استاذ نادر؟ حلو الثقه بالنفس شرط ما توصل حد الغرور، وحلو الثقه بالناس شرط يبقى الحد الادنى من الحذر. شويه خبسن بيحموا الانسان يا سالي. تعرفي؟ والله هالشاب آدم ولذيذ وعنده مستقبل، ما تضيعي من إيدك. ها سارة سبقيني شوي لبرا، انطريني دقيقة وهلأ أنا بروح أنا وياك على البيت. وليد بعرف شو بدك تقولي. وجوابك؟ أنا مش من النوع اللي بيستغل وضع بنت مثل سارة، لأني تربيتك طنط. جوابك بعده ناقص. سارة بعدها صغيرة، أنا مصمم إنه البنت تفوت على الجامعة. البنت ذكية، صدقيني ثقافتها أحسن من 90% من بنات الجامعة، قد ما بتقرأ وبتطلع. وليد جوابك بعده ناقص،
ليك ما تتهرب من الجزء الأساسي للجواب. ما فيني أعطيكي جواب محدد بكلمة. اللي بقدر أقوله أني بشتاق لك كتير لما بتغيب عني يومين. بقدر أتحمل أي شخص ممكن يوجه لأي إهانة. بس فكر إنها تجوزت بحس جوابك انتهى وأنا فهمت. وجوابك أنت؟ إيه؟ شو بتفسر إني أخد سارة معي على بيتنا؟ نص جواب. إيه ما بقدر أعطيك أكتر من نص جواب. الله يستر إذا صالح عرف شو بده يعمل بالمفاجأة. حادث وليد عرفت انه ما نمت بالاوتيل. طالما انت مش موجوده بالاوتيل ليش لحتى نايمان؟ وين نمت؟ نمت بالبيت طبعا. اه صحيح. عمتي مشغول بالك عليه ولا اشتقتي له؟ ما رح تبطل قلة حيا يا ولد. انت بلاش ماتي حالك مش احسن منا. من اول ما عدنا عينك على الطريق بلكي بيطل سليمان. شريكة بنتك ها؟ بشو؟ باللعبة اللي عم تلعبوها. استغليتي سذاجتي وهبلي وعدم معرفتي بالولد وعمته، مش هيك؟ هدا شوي يا لطفي لنتفاهم. هي اخرتها. مرتي وبنتي عم بيتآملوا علي مع ولد غريب وعم بيلعبوا لعبة وسخة. لطفي صدقني أنا ما عرفت إلا هون. يعني منك أنت؟ ليك بابا بدي إياك تعرف شغلة، إنه أنا مستعدة أعمل المستحيل أبعد عن هيدا صاحبك مرعي. لطفي القصة ما بدها تعصيب، بدك هلأ نرجع على البيت وخلصنا. بس أنا برأيي تاخد بنصيحة زياد بيك، يعني خليك بعيد خصوصاً عن هيدا اللي اسمه مرعي مسافر. زياد بيك كان واضح كتير بحديثه معك وكتر ألف خيره، وإن شاء الله ما يكون فات الأوان. بابا من بعد كل اللي سمعته عن مرعي أنت بعد بتقبل أنه أنا أتجوزه؟ رد علي إذا أنت قبلين دقله هلأ أنا مستعد الليلة أتجوزه. لطفي بغيابك حكاني كم كلمة زياد بيك ممكن يفيدوك كتير. شو؟ قال في أمل يثبت إنه ديون اللي عليك هي شكل من أشكال التوريط بعملية تبييض الأموال. إيه وبعدين؟ قال كمان إنه هو استقال ومستعد يستلم قضيتك ويسقط الديون. كيف هيدي؟ وهو مستقيل؟ إيه هيدا إذا كنت حضرتك مستعد تتعاون معه. اللي بيقولوه عن مرعي بيقتلني إذا عملت ضده. مش ضروري يعرف بالسر يا حبيبي، مش ضروري حدا يعرف أصلاً. وهو مش طالب منك كتير، بده كل الأوراق اللي بينك وبينه، بده كمان صور عن تشيكات اللي دفعت له إياها وصور عن تشيكات اللي دفع لك إياها هو، وكمان بده كل الأسامي اللي بيتعامل معهم صغار كبار هيك كل شيء. هيدا كله مش كتير؟ يا عمي قال بينهي لك إياها بجلسة وحدة بينك وبينه بشلالي بشقتنا بالأوتيل. سمر لأمتى بدك تضلك مجمدة أشغال المؤسسة؟ أنا مثلك ما بعرف لأمتى بالضبط، مش بإيدي. كيف مش بإيدك؟ أنت اللي جمدتيها وأنت اللي بترجع تحركي عجلة الإنتاج فيها. ما تقولي لي ما بعرف. طالب في شي ما صارحتك فيه تما إزعجك؟ وشو هالشي اللي بده يجمد أعمال المؤسسة؟ يمكن أنا كمان صرت مشبوهة ولهيك سكرت الحساب الخاص. مشبوهة؟ بشو؟ ما بعرف، اتصل في المدعي العام الميلي من جديد وقال لي وقف كل أشغال المؤسسة وقفل كل حساباتي بالبنك وجمدها. قال موقت، ما بعرف موقت، ولا هيك جمدت حركة المؤسسة. وانت لازم تنتصحي يعني؟ بتقبل النصيحة دغري؟ النصيحة كانت بلهجة أمر وأكتر تهديد. بصراحة طالب أنا من وقت ما اتصل فيي أنا خايفة كتير، وصراحة خايفة عليك أكتر.
ما تخافي، هلا بقوم ببعض الاتصالات وبشوف شو السبب. الو. مرحبا. اهلا وسهلا. قولي لي، حسان بيك ومدامته موجودين؟ مين بقول لهم؟ زياد. زياد الحر. ما غيره؟ لا في غيري. عرفتوا شيء؟ الاسم مزبوط، سافر عن طريق المطار باسم ماهر يوسف. وغيره؟ الشباب اللي راحوا للجوازات ودائرة الأحوال الشخصية بعدهم ما رجعوا. دوريت شوف لنا ملحم ورشيد لنشوف وين ممكن نوصل معهم. اوكي. بعد نفسك طري يا ابو الزوز. اهلا وسهلا، شرفت. اهلا وسهلا. يعني لو الله بعت لي وحده مثلها كنت كثير محظوظ. صادفت على كبر. مين؟ ولا حبيبة قلبك عفاف. صحيح عفاف، عفو ممتازة، بس لو بتقبل تتجوز. تفضل. تفضل يا جماعة، ما تواخذوني ما أكون أنا زعجتكم بهالزيارة المفاجئة من غير موعد. عيبة بالزوز ولو. أهلا وسهلا فيك. أنت فيك تجي لعنا إمتى ما بدك، بالليل بالنهار وقت اللي بدك إياه، ما هيك شيرين؟ ايه اهلا وسهلا فيك باي وقت. بتصدقوا يا جماعه، التقاعد مشكله، فراغ. ايه فراغ بالنسبه لانسان مثلي عايش حياته كلها شغل بشغل بشغل، وفجاه طار كل شيء وفراغ. طيب ما تحاول انك تعمل اي شيء تاني. ايه ما انا هيك عم فكر، بس من هلا لوقتها ما في قدامي إلا الزيارات المزعجة لأصدقاء الطفولة والشباب. على كل حال أهلا وسهلا فيك. إيه شو الأخبار عن طلال؟ زفت، ما بتطمن أبدا. لا مش مبسوط بإجازته؟ بالعكس مبسوط كتير. إيه وأكتر من اللزوم، الأخبار اللي عم توصلنا عنه والاتصالات اللي بتوصلنا منه شي بطمن. البارات والستات، الله يسترنا من الأعظم. معلش هي شيرين بتحب انه تبالغ شوي. ما هيدا كله من مقصوفة العمر. مين؟ بنت الرائد جبلي. لا 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 يا شيرين، سالي انا بعرفها كثير منيح، مش ذنبها اذا ابنك حبها وهي ما تجاوبت معه. طيب هلأ خلينا نحكي بالمفيد. قلي انت شو اخبارك؟ وين نازل؟ وين ساكن؟ وين قاعد؟ شو مشاريعك المستقبلية بعد ما صرت من الأثرياء؟ الحقيقة بعد ما فكرت. هات إذا في عندك شي نصيحة مستعد اسمعها. شو يا ملحم؟ ما بدك تحكي؟ ايه اذا هيدي رغبتك معلش. رشيد انت شو رغبتك؟ رغبتي تحجزوني مع هذا الحقير بزنزانه لوحدنا. غالي والطلب رخيص يا رشيد، انا رح احقق لك رغبتك. بعت لي دوريت. انا مستعد احكي، شو بدكم مني؟ كل شيء. نعم بدي اعرف مين بمولك بالبضاعة ومين امر بقتل وليد. شو؟ انا ما بعرفه. معقول يا ملحم؟ مستعد اعطيكم اسمه ويلي بمونوهم بالبضاعة واسماء المروجين. لا لا لا، نحن منا بحاجة لمعلوماتك بهالمجال، في عنا معلوماتنا. بدي اعرف مين بمولك الك بالبضاعة. يعني حكم بالاعدام؟ اذا حكيت بكون انتهيت. واذا ما حكيت بتكون انتهيت. شو يا رشيد؟
معلوماتي عنك انك مختص بكسر سلسلة الظهر. سلموني اياه وما عليك، انا بكسر له عظمه بالتقسيط، عظمي عظمي، بلش من فوق لنزول لتحت لحتى يموت، وبعدين اخذ فيه وعدين مش مهم، المهم خلص عليه. انا الاعدام ما بيخوفني، حياتي انعدمت من وقت ما خلاني مدمن. شو رايك؟ وصدقني اذا ما عدمك رشيد انا راح اعدمك. حطه بزنزانه واحده مع رشيد. قتل متعمد، هذا قتل متعمد. ما انت عم تقتل الناس من مختلف الاجناس والفئات والاعمار كل يوم، وقتل متعمد، والقاتل يقتل ولو بعد حين يا ملحم. خذوه. انت عم تقتله فعلا؟ هيدا مجرد حشره. اللي دريد واحد مثل هيدا قديش حيقعد بالسجن؟ 3 شهور، 6 شهور، سنة؟ بعدين رح يطلع ويمارس هواياته بالإجرام وكأن شيئا لم يكن. اسمع دريد، خليه مع رشيد لفترة بالسجن، خليه يمارس هواياته بالتعذيب عليه، إنما بعد شوي دخل عليه واحد من رجالنا، خليه يحميه ولو جزئيا، إنما ما يخلي رشيد يقتله. أنا متأكد إنه رح يعترف. هيدي صورة عن جواز، وهيدا صورة عن إخراج العقد، وهي صورة عن الهوية جبناها من الملف. طيب حضر الملف عنه واعطيه للعميد، خليه يتصل بالإنتربول، وما تنسى تذكر إنه بهولندا. خليك قريب من الزنزانة. أوكي. أوكي. وباك خايف؟ ما في حدا مراقبني، شو نسيت اني استقلت من الوظيفة؟ ظهرت لك كل الافلام يلي مش مظهرين، وجمعت لك شوية صور ممكن يكونوا مفيدين. عظيم، طب لي اياهم وببقى بتفرج عليهم على رواق. والنيجاتيف؟ ايه النيجاتيف بتحتفظ لي فيهم بمكان امين. ولايك سليمان ما تظهر وراي دغري، انتظر لك نص ساعة قبل ما تظهر، اوكي؟ يلا نشوف. كيف نوال؟ نوال منيحة. بكره بتعمل لها زيارة، بس لهيك، زيارة سريعة. شو بدك؟ تسمح لي اتصل بالمحامي؟ اتصل باهلي بلغهم وين انا. انت عندك اهل؟ طبعا عندي عيله، مش مقطوع من شجره. ومجوز؟ مجوز. عندك ولاد؟ عندي ولدين. تعطيهم مخدرات؟ هيدا شو عم يسوي هون؟ بدكم تلاقوا لي حل، انا اعترفت مثل ما بدكم، وقعت على اعترافي. ما اعترف بشي جديد ما بنعرفه، نفس الحكي تقريبا. نحن مش فاضيين امثالك، خذوا على الحجز. احجزوني بس بمكان بعيد عن رشيد. شو رايك نحجز لك سويت باوتيل 5 نجوم؟ انتو حاجزيني مع مجنون، وهي مسؤوليه جنائيه. برافو، صرت تفهم بالاصول القانونيه كمان. رجعوا. شو بدكم مني؟ لا لا ما بدنا شيء منك، مهمتنا انتهت. قبضنا عليك بالجرم المشهود وحوزتك المخدرات، هلا باقي نستكمل التحقيق ونبعتك على المحاكمه. اذا بقيت مع رشيد أكيد مش رح أوصل على المحكمة. إيه؟ أنت وحظك. خذوا. نوفل حداد. مين قلت؟ نوفل حداد هو الراس الكبير بيوزع على الكل. هيدا أكبر واحد بعرفه. بقسم إنه أكبر راس بعرفه. هيدا اسمه الحقيقي؟ هاي ما بعرفها. دريد، خذ
خده على رسام الشعبي، خليه يعطي الاوصاف ويعمل رسم تقريبي. قلت اللي بدك اياه، بس ما تحجزني مع رشيد. سياراتك حلوة. اصلا سيدنا انا ما بستورد الا سيارات حلوة وجديدة. بس خسارة. ليش؟ هيك سيارات حرام تتحمل على كراجات الامن وتتفكك قطعة قطعة. شو؟ يعني السيارات اللي بتوصل على المرفق باسمك بتتفكك قبل ما توصل لعندك. ليش بقى؟ ولو يا سيد نبيل، انت سيد العارفين وفهمك كفاية. لا والله منه كفاية، فيك تفهمني سيدنا؟ بضاعتك صارت مشبوهة من بعد شحنة الفانات والدوليب. انا قلت لك انه ما قلنا علاقة فيها وكل شيء كان مزور. بيجوز انا صدق، بس المسؤولين الكبار والرائد صالح مين بيقنعهم؟ على فكرة سمعت بالاخبار عن حادثة اغتيال خيو؟ سمعت، بس شو إلها علاقة بموضوعنا سيدنا؟ علاقة كتير كبيرة، وإذا أنا صدقتك الرائد صالح ما رح يصدق، رح يحط راسه براس كل واحد ورد اسمه بالموضوع ليكشف الحقيقة. الموضوع بالنسبة لصالح الجبلي ما عاد بيتعلق بالمخدرات وبس، صار بالنسبة لإله حادثة خيه وسلامة عائلته. حرام تتفكك وما تنباع. لحظة سيدنا. نعم. شو صعب علي يقول يلي بدي أقوله هلأ يا سيدنا؟ والأصعب من هيك إنك ما تقول اللي بتعرفه. تفضل على المكتب. يا صالح يا حبيبي، روق يا عمي، شو بيك ملحقني وراك؟ من عقلك يعني زعلت؟ طبعاً زعلت. كيف بتسمحي لحالك تتصرفي هيك تصرف بدون ما تسأليني؟ يا حبيبي ما فيها شيء. لك فيها وألف ما فيها، كأنك عم تهوني الأمر على وليد، عم تمضيله على بياض حتى يتجوز البنت. لا يا صالح، أنا كان كل هدفي اتسلى، البنت بتسليني، بعدين طول النهار قاعدة لوحدي لحد نص الليل، أنت بشغلك وسالي ووليد بالجامعة، يعني بالأخير صرت أحكي الحيطان. كل هالشيء ما بيبرر تصرفاتك، كأنك عم تجيب الدب على كرمنا. شو هالتشبيه هيدا؟ حرام عليك يا جمانة، الحرام اني اتعب كل هالتعب واشقى كل هالشقى وضحي كل هالتضحيات من شان وليد وبالنهاية اسمح له بهيك جوازي؟ ولو يا صالح، مين جاب سيرة الجواز؟ هلا ما تخدعي حالك وتخدعيني، ما قلي جليت الحكي، بدي ارتاح شوي وروح على شغلي. الله يخليك. شو سيد نبيل؟ بتفضل نبعت عناصر نجيبه؟ مثل ما قلت لك بالضبط. الو لطفي، اسمعني بهدوء بهدوء بدون اي كلمه، وحاول انك ما تعصب خصوصا اذا في حدك حدا. مين؟ مرتك وبنتك؟ معلش اسمعني، أنا اضطريت إني أقول الحقيقة وذكرت اسمك. بعرف إنه أنت بريء. اسمعني، بكرة الصبح بركب سيارتك وبتروح على الشرطة القضائية، بتسأل عن الرائد صالح أو الرائد سمعان، وإياك إذا بتحكي شيء قدام مرعي مسافر أو قدام بنتك أو مرتك، ما تحكي شيء قدام حدا. الرائد سمعان بده يحكي معك. اسمع لطفي، نعرف ذنبك، ذنبك إنك مغفل وقصير النظر، نعرف اللعبة كلها ودور المغفلين. سارة! 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 شو في جمالة؟ ريح بالك، الدب اللي جبناه على كرمنا فل هرب. سارة؟ ايه سارة، أكيد سمعت كلامك الحلو وأخذ على خطرة وزعلت وفلت. لحظة لهي رتابي. جاي معك. ما تأخري. بكت
المكتبة؟ ايه قال رانيا بتشتغل فيها، بجوز راحت لعندها. رانيا ما شفتها. اطلع اطلع. بتكون رفاقكم عمو؟ لا لا عمو، بعتقد بعرف مين راح يسأل. صالح خلص روق، هتا انت انطرني هون احسن. وحياتك ومعزتك وغلاوتك عندي انا رح ردلك اياها على البيت، ما تقبل غير ما ترجع معززه مكرمه، بس انت ما تزعل. طيب طيب بدك تعرف وين ممكن تكون هلا؟ ايه يلا ايه اكتب لي العنوان. نمرة تليفونها؟ لا اياك يا جمانة، انا بعرفها منيح، اذا عرفت انكم رايحين لعندها تهرب تختفي، عزة نفسها وكرامتها عندها ما بتتقدر بمال الدنيا كلها، انا بعرفها منيح. طيب طيب مهم انت ما تحقد على خيك، فهمت؟ مسكين يا سارة مسكين. رأيت صالح بيعرف شيء، بيعرف نفسيتك أو نواياك إذا كانت طيبة أو لا. مثل ما فهمت من وليد إنه رائد صالح بحبه كتير، بخاف عليه كتير، بيعتبره أماني بين إيديه ومسؤوليته. صح؟ إذا لا تلومي يا بنتي، لا تلومي أب بخاف على ابنه وحريص على مستقبله. رائد صالح مثل أب بالنسبة لوليد، مش كل الآباء مثل بيك. أنت بالنسبة لإلهم بنت واحد مجرم قاتل متشرد، أنت بنت خادمة. يمكن يمكن لو كنت محل الرائد صالح كنت. لا لا يا بنتي لا، ما تغلطي، يعني ما تضيعي كل شيء بنيته مدام سمر، ما تضيعي كل شيء جمعت لك اياه. انت مستقبلك ونجاحك اهم حلم عند مدام سمر. بترجيكي بترجيكي لتبخري. هلا لوين بدك توصل؟ ما بدك ياني؟ عم تتخلى عني مرة تانية؟ لا يا بنتي لا، ورحمة أمك لا، بس ما تحرمي مدام سمر منك، ما تتخلي عنها وخصوصا بهالوقت. يا سارة افتحي وبلا تيسني. شو بدي اقول؟ طول الطريق وانا عم حضر الحكي اللي بدي اقوله وهلا طار من راسي. احملي اغراضك ورجعي معي. لا يا سارة يا سارة يا حبيبتي، بعرف انك زعلانة ومعك حق ياخد على خاطرك، بس صالح ما قصد شي من اللي قاله. سارة صالح تعبان، جسمه تعبان، اعصابه تعبانة. بعرف، انا ما بدي تعبه اكتر. يعني ما بدك ترجعي معنا؟ ما بدي يكون سبب بمشكلة بينك وبينه. المشكلة بتصير إذا ما رجعتي. بعدين حضرة الرائد معه حق، حرام خيو يتجوز بنت خدامة بعد كل التضحيات اللي ضحاها. طيب رجعي لعند أهلها لرانيا وبعدين منفكر على رواق. لا
شو بدك تعملي؟ وين بدك تقعدي؟ ببقى هون مع بيي لحتى ترجع سمر. هيك بنات ما بيجوا إلا بنقول. اسمعي يا بنت، أنا غلطت ومعك حق تزعلي وتحردي وتطلعي من البيت، لكن ما بسمع لحدا، لا لك ولا لأي إنسان يعمل قطيعة بيني وبين وليد. هلأ إذا بترجع على البيت تعملي قطيعة أبدية بيني وبينه. صالح معه حق، معقولة تهدمي بيت صار لنا عمر عم نبني، طوبة فوق طوبة وحجرة فوق حجرة. يلا على البيت. وهي بوسي للصلحة. طبعا هذا اللي لازم يصير يا معلم. بعتقد كنت واضح جدا لما منعتك تجي تزورني بالمؤسسة هون. لو ما كان الموضوع ملح وخطير ما كنت خلفت أوامرك سيدنا. بعدين شو هالناس هول؟ شو أنا فايت على قصر ملكي؟ بلا ما راجل، شو الموضوع؟ المدعي العام المالي كشف دور مؤسستي. مؤسسة مرتك؟ هلا مؤسستي مؤسسة مرتي مش مهم، المهم أمرها بتجميد الأعمال وتسكير الحسابات تحت طاقة المسؤولية إذا خالفت. ذكر لها السبب؟ لمح لها طبيب الأموال. شو الحل عند معاليك؟ بدك الحل لهيك مشكلة مستعصية بدقيقة؟ أنا عندي الحل. طبعاً عندك الحل، بس أنت حلك الوحيد إنه نقتل مرتك. ومين بيكون المتهم؟ الشريك المزعوم قتلها لحتى ما تكشف أمره. بعدين نحن منوكل محامي شاطر بالقضايا المالية بفكلنا كل القيود ومنستلم نحن زمام الأمور. مفهوم. قلت لي اتفقوا مع بنت تشبه مرتك؟ لك بتصير نسخة عنا إذا مسكها مكياج شاطر تبع مكياج يعني. بعت لي صورة كبيرة لمرتك وبعت لي البنت تشوفها. تشوفها وبس؟ يشوفها المكياج يا بني آدم ليعمل عليها التجارب. معقول؟ وهلأ تفضل. الله معك. سعد عود. اسف مدام. سيد داود شرف معنا. إذا فيك لوين؟ عالشعبي. من سين سو؟ لتحقيق. حققته معي. بعرف، بس حابين نكسب شوفتك مرة تانية. جوزتي لك. أكيد عرفه. سكتي داود، اعترف لهم بكل شيء. سكرت أمك وما تتدخلي. سيد داود، البنايه محروسه والبواب مراقبه، ما تفكر هيك ولا هيك. دقيقه وبكون معك. الله معك. اهلا اهلا. يعني على ذمه بنتك اكلك ما بيتفوت. جرب وذوق. تفضل تفضل. وصلنا. اهلا. حضروا لي راشد، عنده ضيف مهم الليلة.
هيك لكان. لا يا بنت الحرام، عم تلعبي بملعن يا محتالة؟ بدك تلعبي بملعب، لعبة حلوة وسسبانس أكشن. نادر جرب المريولة هناك، كتير بريح لك. هيك أتريك بتعرف تضحك كمان. يلا باي باي. نادر تذكر انه وعد بابا بزيارة. لا تعتلهم، انا بجيبه. لا نادر وبس. ايه اللي ما عنده حظ لا يتعب ولا يشقى. حضرتك محظوظ كتير كتير. شو رشيد خرمان؟ مستعد اتحمل. تعرف مين بلش بمعالجتي ومن فترة طويلة؟ مين؟ وليد. كان يعطيني بودرة مغشوشة على الآخر يدوب فيها ذرة كوكايين. وكان يحملني جميلي ويمللني كمان. رشيد احكي لسيد داوود شو كنت وكيف تحولت لمتشرد مدمن. أنا ما جاي أسمع قصص وحكايات. مثل ما بدك. منبلش؟ رشيد رجع على زنزانتك. شرب احكي. شوف سيد سميح، هلأ المطلوب منك تحدد لنا المبالغ المشبوهة اللي كانت تفوت على حساب المستقل وتطلع منه، وكمان بدنا منك تعرف لنا مصدر هالأموال واتجاهها، وين من وين جاي ولوين رايحة. يعني إذا كمان بتعرف شيء أكتر بيكون أحسن وأحسن. هو يقول لي المصدر والنهاية وأنا بشمشم، وإذا وصلت لشيء دغري ببلغ العم سميح. أستاذ زياد، ما في خطر على سميح؟ يا مدام، بهالأيام الخطر موجود حتى نحن وببيوتنا نايمين. تفضل، هاي نسخة عن الملف لو سمحت. تفضل. شكراً. وأنا هلأ بتسمحولي، يعني بنتك مدام ما بالغت أبداً لما حكيت لي عن أكلاتك. إذا صحيح عيدة. يا مدام، إذا الدكتور اللي عم بيحكمني بيعرف شو عم باكل دغري بيطلب الحجر علي بشي مستشفى. اسمح لي وصلك. لا ما في لزوم، في شخص نطرني على باب البناية رح يوصلني على الأوتيل. شو مسوق ولطيف. هذا كل شيء؟ يلي عندي قلته. لا سيدي داوود، المعلومات اللي بين ايدينا بتقول غير شيء. بتكون دسيسي كاذبة. رح قلك طرف من المعلومات حتى تتأكد انها منا دسيسي كاذبة. انت تكلفت بتخليص فانات ودوليب ملغومة، واللي كلفك فيها شخص اسمه نوفل حداد، وانت قبلت. لا. سيد داوود، سبق قلت لك انه اخفاء معلوماتي بيجعل منك شريك، والتهمة خطيرة جدا. شو قلكم مع زوجتي؟ ليه استدعيتوها؟ احنا ما استدعيناها، هي طلبت الحضور ونحن وافقنا. شرط ما بتتدخلي مدام. موافقة. إذا تدخلتي تطلعك برا، مفهوم؟ مفهوم. شو في دوريت؟ شو في؟ عشوائي كان قتلوا للزلمة. شو القصة رشيد؟ عندي شغل أهم منك، راح أفرج عنك. ها؟ لا، إذا بتفرج عني بضرب أي واحد بلاقيه خارج هيدا المبنى حتى ترجعوني. أنا هون مبسوط. شو بدي أعمل برا؟ أكل ومرعى وقلة صنع. أنا بدي ضلني هون محجوز حتى أشفى من الإدمان. ساعتها بطلع عاقل، ساعتها بطلع عاقل وبقتل أي واحد إله علاقة بالمخدرات. ساعتها بقتله بعقل وبتخطيط. تتذكر آخر مباراة
ألعاب المصارعة كيف طقيت رقبة غريبي؟ يا لطيف من المنظر لا تذكرني فيه، شي بيخوف. هيك بصير بقتلهم، بمسك راس الواحد وبطقله رقبته. لو تركته يحكي لك قصته كنت تذكرته كتير منيح. كان نجم من نجوم المصارعة وكان موظف بالإطفائية، عودوه على الإدمان غصب عنه، صار يكره كل شيء له علاقة بالمخدرات، سواء بالتوزيع أو بالتهريب أو بالتخليص. ولو عرف إنك قمت بتخليص كمية كبيرة من الكوكايين. مجرم! كان شيء حقير! ناقشيني! كل حال مصيرنا نتلاقى وساعتها بتشوف كيف بدي انتقم. رجعوا على الزنزانة وانتبهوا ما يقتل الزلمة اللي معه. مشي مشي اصبر يا شيخي. ايه سيد داوود، شو كنا عم نحكي؟ ايه قلنا انك متهم بتخليص كميه كبيره من الدواليب والبنات الملغومه. بتحب تحكي هلا ولا بتضل بضيفتنا للصبح؟ تحجزوا؟ قلنا حق نحجزوا مدام رهن التحقيق. مع المجنون؟ شو بنعمل؟ ما عندنا محل تاني للحجز. ما سمعتوا شو قال؟ بنعمل جهدنا نحبيه. داوود احكي كل شيء، نحن ما علينا شيء، انت رفضت تكفي، انسحبت بمجرد ما شكيت بالبضاعة. وكيف بدنا نصدق الحكي وحضرته ما بلغ لما شك بالبضاعة؟ ما بلغ بسبب التهديدات. الله يجزيهم. هددونا بكل شيء، هددونا بالولاد. والله يا أفندي، كل عمنا عايشين الحيط على الحيط، مستورة ومنشكر ربنا. ولادنا حاطينهم بمدارس منيحة، دخلوا من الشغلات الصغيرة كافينا، متفقين مع بعض بفضل الله. ما في شيء نكد حياتنا لحد ما اتصلوا فيه. احكي يا سيد داوود. احكي داوود، خليوني اتأكدوا من براءتك. مين كلفك بالتخليص؟ وبفرح أنا